بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله يا جماعه النهارده في الفيديو ده هنبتدي نكمل مع بعض المواضيع الهامه اللي احنا كنا بدأناها اللي بيجي عليها استفسارات كتير في الاي دي اف. زي ايه؟ ممكن حد يجي يسأل هو ازاي يا باشمهندس اقدر انفذ حاجه اول ما الصفحه تفتح؟ بتوع الفورمز يقول لك عليها ايه؟ وين نيو فورم انستنس، يقول لك انا عايز انفذ حاجه زي الوين نيو فورم انستنس. معناها ايه؟ معناها اول ما الصفحه تفتح عايز ينفذ كود معين. الكلام ده في الحقيقه اقدر انفذه بكذا طريقه سهله، وتعالى نشوف مع بعض. افتح الجي ديفلوبر بتاعك وابتدي نفذ معايا هذه الخطوات. تعالى نعمل بيج نيو جي اس اف، جي اس اف بيج اوكي، تعال نسميها مثلا تيست بيج. محتاج بين؟ ايوه محتاج بين. طيب وبعدين نحطها في باكج بينز. ونقول اوكي. تعالى نحط فيها input text مثلا. حطيناها على الصفحة بتاعتنا، وبعدين حط فيها مثلا button. ايه المطلوب؟ المطلوب اللي انا عايز اول ما الصفحة تفتح يكتب لي هنا في input text مثلا ويلكم، مثلا اول ما الصفحة تفتح. طيب واحد يقول لي ايه؟ يقول لي طيب ما تروح على القيمه بتاعت الانبوت تكست واكتب فيها ويلكم، صح ولا لا؟ اهي قال لي هنا اكتب فيها ويلكم. لا انا مش عايز اعملها كده، عايز اعملها برمجيه. اول ما الصفحه تفتح احط فيها ويلكم. ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. تعال نفتح الكونفج بتاعنا. ادي الصفحه بتاعتنا اللي انا عايز لما انادي عليها ينفذ الحاجه بتاعتي. اول ما الصفحه تفتح اول طريقه نتعلمها مع بعض ايه؟ واخد بالك انت من الصفحه بتاعتك دي احنا ربطناها ببين، اهي كلام جميل. البين دي هيتعمل منها اوبجكت امتى؟ البين دي هيتعمل منها اوبجكت اول ما الصفحه يجي لها ريكوست، صح؟ تمام. يبقى انت لو رحت في الكونستراكتور بيج ولازم يبقى بابليك، وقمت رايح مثلا هنا اهو معرف متغير وليكن برايفت سترينج فال فاليو، ونعمل له الستر والجيتر بتاعته عادي جدا اهو. انت عايز ايه؟ قال لك والله انا عايز الفاليو ده ايه احط فيها مثلا وليكن ويلكم. حلو، وقيمة الويلكم تتحط في الانبوت تكست اول ما الصفحه تفتح. اول ما الصفحه تفتح اول طريقه ممكن اعملها في الكونستراكتور. ليه؟ زي ما قلت، لان البين بيتعمل منها اوبجكت اول ما الصفحه يجي لها ريكوست مباشره. يبقى اروح مثلا احط هنا الفاليو بيساوي مثلا اي حاجه، بيساوي ويلكم. ابتدي اعمل الخطوه الثانيه، اروح على الانبوت تكست بتاعي في الفاليو، اروح بالاكسبريشن بيلدر، اروح اربطه بقيمه الايه؟ المتغير بتاعي. اقول كمان اول طريقه نتعلمها مع بعض طريقه سهله جدا، اللي انا والله اقدر ان انا انفذ حاجه اول ما الصفحه تفتح من خلال الكونستراكتور. وقلنا الفكرة في ايه؟ الفكرة اللي انت عندك البين بيتعمل منها اوبجكت اول ما الصفحة يجي لها ريكوست. طيب تعال نشوف كده هل الكلام ده حقيقي ولا ايه؟ نعمل ران ونشوف. اهي اول ما الصفحة فتحت قدامي ظهر لي كلمة إيه؟ ويلكم، وده اللي أنا عايزه. مثلا لو أنا غيرت وقلت له هاي، قمت دايس على الكوماند بطن،
مفيش مشكلة. طيب في طريقة تانية؟ اه في طريقة تانية، تعال نشوفها مع بعض. ركز كده معايا في الخطوات دي. تعالى في البين اهي. البين دي انا مش هستخدم الكونستراكت، دي الطريقة الأولى. أنا مش عايز أستخدم الكونستراكت. تعالى نعمل مثلا ميثود أنا اللي عاملها، الميثود دي الغرض منها إيه؟ هقول له بابليك set my value. حلو، انت عاملها ليه؟ قال لك والله طبعا void عاملها ليه؟ قال لك علشان استغل اكتب الكود بتاعي هنا. فدي طريقه ثانيه مهمه جدا. افرض انت عايز كود، الكود ده كبير جدا، يتنفذ اول ما الصفحه تفتح خلاص مفيش مشكله، تقدر تحطه ايه؟ تقدر تعمل ميثود وتحط الكود بتاعك جوه مين؟ جوه هذه الميثود. طبعا هتقول لي ايه؟ هتقول لي طب ازاي الكود ده هيتنفذ اول ما الصفحه تفتح؟ واحد يرد عليك ويقول لك طب ما تحط بقى نادي على الميثود اللي اسمها سيت ماي فاليو دي. ايوه في الكونستراكتور. لا يا عم انا عايز، مش عايز استخدم الكونستراكتور. وصلت الفكره؟ تعالى بص اروح اقول له هنا مثلا الفال بيساوي هاي. جميل. واحد يقول لي يا عم حطها بقى نادي بقى على الميثود نهيا في الكونستراكتور وتبقى هي هي. لا انا عايز استخدم طريقه ثانيه. معايا؟ ايه بقى؟ اعمل ايه؟ بص يا سيدي تعالى مثلا في الكونفج بتاعنا نعمل ايه؟ نعمل صفحه ثانيه اهي. الصفحه دي هسميها مثلا كول ماي تيست بيج. تعالى نعملها. طبعا لسه ما هياش معموله، مش عايز بين، واقول له اوكي. الميثود دي الصفحه دي المفروض ان هي هتعمل ايه؟ حط فيها بطن، والبطن ده هكتب عليه قول تيست بيج. كلام جميل. المفروض بقى اللي هو يروح ينادي ولا ايه؟ صح كده؟ تمام. تعال نشوف. المفروض نعمل كيس من هنا لحد هنا ونكتب عليها تيست مثلا. خلاص دي بقى الامور سهله جدا، مفيش فيها حاجه. اروح على البطن اللي في القول بتاعي واروح على الاكشن بتاعه واضغط على تيست واقول له سيف. بس طب ما تشوف، اعمل رن لهذه الصفحه شوف ايه اللي هيحصل. حلو. لما تضغط على البطن ده ايه اللي هيحصل؟ بص هينادي على الصفحه الثانيه، لكن الحاجه اللي انت عايزها ما اتنفذتش، وده شيء طبيعي جدا. واحد يقول لي طب خلاص بقى يا باشمهندس بقى ما تحطها فين؟ ما تحطها في الكونستراكتور هنا عشان تتنفذ ويبقى ماشيين بالطريقه الاولى. لا في بقى طريقه ثانيه، ركز معايا كده. مش انت بتنادي من البطن هنا علشان ينادي على الصفحه دي؟ صح. طب ايه رايك واحنا ماشيين في الطريق ننفذ الكود بتاع الصفحه دي؟ لا تاني. دلوقتي انت عندك بطن اهو، جميل، بتضغط عليه يفتح الصفحه دي مباشره. حلو. ايه رايك وانا رايح في الطريق انفذ كود معين يتعمل قبل ما الصفحه دي تفتح؟ هو ينفع؟ طبعا. ازاي؟ ما تناديش عليها على طول بقى. بص روح شيل الكيس دي، نعمل لها ديليت، ونبتدي نحط حاجه اسمها ايه؟ ميثود كول. ميثود ايه؟ كول. كول ماي ميثود، سميها زي ما انت عايز. جميل. ايه الميثود كول دي؟ من اسمها يعني ده العنصر ده بينادي على ميثود معينه انت عايزها تتنفذ وانت رايح لهذه الصفحه. حلو. طب دي بتتعمل ازاي دي؟ يبقى مبدئيا المفروض في خطوتين. اول خطوه اروح على هذا العنصر اللي هو الميثود كول واقول له ايه هي الميثود اللي هينفذها، صح ولا لا؟ تمام. ايه هي الميثود؟ قبل كليك عليها يقول لك يا عم اختار لي يا عم البين، البين اللي انا عاملها اللي هي التست بيج دي. حلو. ايه هي الميثود اللي انت عايزها؟ سيت ماي فالي. خلاص اوكي جميل، هو كده عارف الميثود، برافو عليك. لسه بقى ايه؟ من هنا
من الصفحة دي للصفحة دي هقول له يشاور على ايه؟ يشاور مثلا على كيس اسمها مس. يبقى اذا البطن اللي هنا هينادي على الكيس دي توصله للمسج دي. المسج دي يعني اول ما يوصل لها الريكوست ايه اللي هيحصل؟ هتتنفذ. هتنفذ ايه؟ المسج اللي موجوده في البين بتاعت هذه الصفحه. طيب وبعد كده خلاص الطريق وقف؟ لا، لازم ده ايه؟ تقول له من المسج ده ايه؟ لحد هنا هو مثلا تيست. ولو سمحت يا مسج، لما يجي لك ريكوست وخلاص وتنفذتي، لو سمحت اعملي ايه؟ وديني اهو، هتلاقي في خاصيه اسمها ايه؟ فيكسد اوت كام. لو سمحت بقى وديني على التست دي علشان تفتح الصفحه. شفت بقى؟ عرفت يعني ايه؟ يعني ايه كود يتنفذ في السكه؟ ايه دي برضو طريقه سهله ممكن نستفيد بيها. يبقى من هنا لهنا الكود يتنفذ. يتنفذ يفتح الصفحه. يعني طريقة بسيطة ونقدر نستخدمها، وعلى فكرة ليها استخدام تاني مع الجداول هعملها معاك دلوقتي. تعال نشوف كده، نقول له مثلا call my test page، أقول له run، وتعال نشوف. بص معايا كده أهو، البطن أهو، البطن هينادي على المس، المس تتنفذ، الصفحة تفتح أهي. ما لناش ليه؟ لان احنا نسينا نعمل حاجه. ايه الحاجه اللي احنا نسيناها؟ ان انت المفروض بقى تروح على الصفحه ده ايه؟ لان احنا نسينا الخطوه دي اهو. تروح على البطن من خصائصه اهي، تقول له اكشن المسج، صحيح، ونقول له سي، ونقول معاك يا رب. ادي الصفحه، قول ينادي على المسج، الصفحه الثانيه تفتح ونشوف ايه اللي هيحصل. كتب لك هنا ايه؟ هاي. وصلت الفكره؟ يبقى دي طريقه ثانيه اقدر ان انا استفيد بيها. طيب تعالى برضو نعمل مثلا مثال ثاني بس على تيبل بقى. تعال نتفرج، تعال نشوف. تعال نعمل كونكشن على الداتا بيز. مش عايز انا بقى الصفحات دي خلاص. اليوزر نيم والباسورد واسم الداتابيز سكسس. اوكي شو احنا عايزين نعمل ايه في المثال ده؟ محتاج مين؟ محتاج الامب والديبت نيكست والابديتابل. مش عايز ريد، قول لي مفيش مشكلة. نحطها في ابلكيشن موديول. نيكست نيكست فيش. حلو. وبعدين دلوقتي هفتح الكونفجريشن بتاعنا. نعمل ايه؟ نعمل صفحة. هقول له مثلا show employees او call show employees، ونعمل صفحه ثانيه اسمها ايه؟ show ims. كلام جميل. وبعدين تعال نعمل هذه الصفحات. هنا انت محتاج مين؟ لا مش محتاج مين. نعمل بطن بالمرة، وهنا اكتب عليه شو امبليز. ماشي. ونروح هنا نعمل صفحة. هل انت محتاج بين؟ لا مش محتاج بين. طيب ليه؟ انت عامل الصفحه دي ليه؟ والله انا عاملها لغرض ان انا
أعرض بيانات الموظفين بفعل، مثلا تيبل اي دي اف تيبل. اوكي طيب، وبعدين البطن اللي هنا نعمل بقى كيس يوصل من هنا لهنا، نكتب عليه مثلا شو، ويبقى البطن اللي هنا هنظبط الايه الحدث بتاعه اكشن بتاعه وليكن شو، ونقول له رن. تعال نشوف احنا عايزين نعمل ايه بقى. هنا شو امبلويز، هي لو ضغطت على البطن المفروض اللي هو يفتح لك الصفحه الثانيه ويعرض لك فيها بيانات الموظفين بتوعك زي ما انت شايف كده. طيب ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان انا عايز اول ما الصفحه تفتح يعمل لي صف جديد. وصلت الفكره؟ عايز يبقى في صف جديد كده موجود. يعني مش عايز الراجل ايه لسه هيدوس على كريت انزرت عشان يعمل صف جديد، لا 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 مش عايز كده. امال انا عايز اول ما الصفحه تفتح يبقى في صف جديد معمول جاهز. نعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك المفروض يبقى انت تعمل كريت انسيرت. طب انا عايز كريت انسيرت دي اول ما الصفحه تفتح تتنفذ. نعملها ازاي؟ بص بمنتهى السهوله اللي في الدنيا، بص كده معايا، نروح هنا في الكونفج بتاعنا، شيل دي، هنعمل فيه ايه؟ ايه رايك؟ مش انت عايز كرييت انسيرت تتنفذ؟ اهي اسحبها هنا، تتحط على انها ايه؟ تتحط على انها ميثود، نحط على انها ميثود كول، واظبطها بقى ازاي؟ من هنا لهنا اقول له كرييت، لكن من هنا لهنا شو. اهي هو عمل لك كرييت انسيرت باي ديفول. اهي لو ظبطتها هنا فيكسد اوت كم هي هتلاقيها معموله جاهزه ومتظبطه جاهزه وبتنفذ ايه؟ كرييت انسيرت. طيب وبعدين تعالى كده نجرب، اوعى تنسى بقى ايه؟ ظبط هنا القول بتاعك والبطن في الاكشن بيشاور على كرييت. تعالى نشوف، يبقى انا كده استغليت ايه؟ استغليت المسد كول انها تنادي اول ما الصفحه تفتح على مين؟ الكرييت انسيرت، ونقول له رن. تعال كده نشوف، اهي صف جديد اهو. وصلت الفكره يا جماعه؟ يبقى اذا انت معاك كود وعايز يتنفذ على الصفحه ممكن تحطه في ميثود، والميثود دي تنادى عليها في الكونستراكتور او تنادى عليها في ميثود كول. عندك كذا طريقه تقدر تنفذ بيها الحاجه بتاعتك. شكرا جزيلا، واتمنى ان يكون الموضوع يعني استفدت بيه، وان شاء الله في مزيد من الفيديوهات باذن الله نتابعها مع بعض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.